هنا هذه المظاهرات مظاهرات عفوية، ليس لها قائد، لا تعرف من أين تمسكها. معظم من نقاط قوتها أيضا أنه معظم اللي موجودين فيها شباب، يعني خرجت قوائم بأسماء الشهداء وأعمارهم، معظمهم مواليد 90 فما فوق، بمعنى أنه هو كان عمره 10 سنين ربما من سقط صدام. فهذا أنا لا أستطيع أن أتهمه أنه بعثي أزلام النظام صداني، لأنه هذا لم يعي أصلا على زمن صدام حسين. هؤلاء هم حصاد الجيل الجديد، هؤلاء هم حصاد غضبهم متولد من فشل الحكومات الحالية ما بعد 2003، وليس متولد من مقارنات سابقة. فلا أستطيع أن أتهمهم بأن هؤلاء بعثيون صداميون كما حصل في مع غيرهم. الأمر الآخر، معظمهم شيعة، الأغلبية السائقة منهم شيعة، فلا تستطيع أن تتهمهم بأنهم دواعش. هم من الحاضنة الاجتماعية للأحزاب المسيطرة على الحكم في المحافظات الجنوبية وفي بغداد، يعني منطلقاتهم من المناطق التي هي ابتداء هي محسوبة على التيار الحاكم، يعني لم تخرج مثلا من المظاهرات مثل ساحات الاعتصام التي في مناطق سنية، هذه مظاهرات في مناطق شيعية بالدرجة الأساس. فبالتالي لا تستطيع أن تضربها من هذا المنطلق، ولا تضربها من هذا المنطلق أو تشكك فيها. نقطة الضعف، أو هي قلنا أنها نقطة قوة لكن هي أيضا نقطة الضعف، كون أن ليس لها ظهير سياسي. عندما لا يكون لها ظهير سياسي، أولا لن تكون هناك لها مطالب مرشدة، وإنما تكون عواطف ومشاعر لشباب ثائر. والأمر الثاني، يسهل على الحكومة أن تقمعها. فلذلك نحن نتحدث عن يوم 1 أكتوبر، أنا موجود في بغداد يوم 1 أكتوبر، 30 مكان احتجاجي، 30 بؤرة احتجاجية في 6 محافظات. يوم 6 أكتوبر 30 أصبحت 3، في 6 أيام 6000 جريح، أكثر من 110 شهيد. هذا إذا أخذنا بالأرقام الرسمية، وهناك من يضاعف هذا الرقم 2 و3. فبالتالي الأجهزة الأمنية أخذت راحتها أكثر في القمع وفي الإبادة. الأجواء السياسية التي سبقت ورافقت هذا التوتر أو هذه المظاهرات، طيلة الأشهر الماضية هناك اعتصامات، هناك مظاهرات، ليست مظاهرات بالمعنى الحرفي بمعنى الشعب يريد إسقاط النظام وبهذا الشكل، لكن هناك اعتصامات، هناك اعتصامات لطلاب الهندسة أو خريجي الهندسة في رقابة المهندسين، اعتصامات ضخمة استمرت قرابة 2 شهر أو أكثر. هناك اعتصامات لخريجي الشهادات العليا، أصحاب الدرجات العليا، واعتصام دام 3.5 أشهر، أكثر من 106 يوم، ثم تم تفريقهم بخراطيم المياه وأثار ضجة. في اعتصامات طباء البيطريين، اعتصامات طلاب العلوم، اعتصامات المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة، كان هناك حالة غليان لك متفرقة جمعت في يوم 1 أكتوبر، فحصل ما حصل.